محتاجين بتنجان مقلي ومحتاجين فلفل رومي او حامي او الاتنين مع بعض برضو اكون قلياهم، وعندي نص كيلو لحمه مفرومه وشويه زيت عشان اعصج اللحمه بيهم، وعندي ملح وفلفل وجوز الطيب ورشه قرفه وبصله مفرومه، وعندي كمان 2 فص ثوم مفرومين، وعندي طماطم مكعبات، معلقه كبيره من صلصه الطماطم، وعندي كمان 2 معلقه كبيره من الخل، وللبشاميل محتاجه 2 معلقه زبده، 2 معلقه كبيره من الدقيق، 3 كوبايات من اللبن. هقول المقدار مره كمان، عندي بتنجان وفلفل رومي او حامي مقليين، وعندي كمان نص كيلو لحمه او ممكن ربع على حسب ما انتوا حابين تقللوا او تزودوا، زيت، وعندي ملح وفلفل وجوز الطيب ورشه قرفه وبصله مفرومه و2 فص ثوم، وعندي طماطم مكعبات ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم ومعلقتين كبار خل، وعندي البشاميل 2 معلقه زبده و2 معلقه كبيره من الدقيق و3 كوبايات من اللبن. تعالوا نبدأ الأول نعمل العصاج بتاع اللحمة بتاعي والبشاميل، هشتغل فيهم كده مع بعض. هحط طاسة أو ووك أو حلة تسخن على النار وهبدأ أعصج اللحمة بتاعتي. تمام، هحط أهو شوية زيت أهو بالشكل ده كده، نعصج اللحمة زي ما بنعمل مكرونة البشاميل، زي ما بنعمل أي حاجة، مفيش مشكلة خالص فيها، بس يعني هزود لها كام حاجة كده بس، يعني ايه هتعجبكم جدا. هحط عندي البصل بالشكل ده كده اهو، بصوا اشوحه تشويحة كده بسيطة، عايزة طبق يهني هنا، بصوا هندبل بس البصلاية كده بالشكل ده، ونحط كمان معاها 2 فص ثوم كده مفرومين برضو واشوحهم مع البصل. انا دلوقتي حطيت بس الزيت وبشوح البصلايه مع 2 فص ثوم كده زي ما انتم شايفين. تمام، هبدا بقى بعد كده احط اللحمه المفروم. عايزين نحط 1/4 كيلو، 1/2 كيلو، يعني حطوا الكميه اللي انتم حابين ان انتم تحطوها اهو كده. تمام كده كفايه جدا، بصوا وهبدا ان انا اقلب كده اللحمه المفرومه اللي عندي، افكها كده مع البصلايه والثوم بالشكل ده كده. تمام، يبقى زيت بصل ثوم وبعدين حطيت اللحمه المفرومه عشان تتعصج عندي، وهي بتتعصج كده هبدا احط رشه من جوزة الطيب، رشة بسيطة ما كترش قوي جوز الطيب، جوز الطيب بتمرر لما نزودها، فيعني رشة بسيطة، وبرده رشة بسيطة من القرفة. القرفة بتضيع لي ريحة الزفارة، بس مش عايزة احط حتى نص معلقة، يا دوب طرف المعلقة بس هحطه قرفة، وهحط عود قرفة كده بالشكل ده. بتفرق قوي الموضوع ده، بحطه دايما في العصاج، رشة القرفة دي لما بحطها على اللحمة المفرومة بجد بتضيع لي اي زفره للعصاج او اي زفره للحمه، بتديني طعم حلو قوي. بصوا هقلب كده العصاج بالشكل ده، وابدا احط كمان الملح والفلفل. حطيت زيت، حطيت بصلايه مفرومه، حطيت عليها 2 فص ثوم، ونزلت بقى باللحمه المفرومه بعد كده عليها رشه قرفه ورشه جوز الطيب، هملحها واحط عليها كمان شويه فلفل اسود بالشكل ده كده اهو، واقلب كل الكلام ده كده ايه مع بعض اهو، شايفين؟ وانا بقى كده شغاله هبدا احط عليهم شويه الطماطم، بصوا اقلب كل الكلام ده كده مع بعض، طماطم تدبل كده مع اللحمه المفرومه، وهحط كمان معلقه الصلصه، معلقه كبيره كده من الصلصه برضو هحطها على المقدار ده، الحشو بتاع المسقعه اللي انا هعملها النهارده، ده كده هيبقى حشو المسقعه بتاعتي خلاص، وانا قاليه البتنجان والفلفل
زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا كل الكلام ده كده اسيبه يتقلب مع بعض. تمام. على كل الكلام ده بقى كده هحط معلقتين الخل اللي انا قلت لكم عليهم، هتدي للصلصه كده طعم مع الثوم اللي انا حطيتهم، هتدي طعم حلو قوي قوي بجد. اهو بصوا معلقتين كده خل هتديني طعم حلو قوي للحمه المفرومه. هحط بقى كزرال عندي او حله على النار الثانيه عشان نبدا نعمل البشاميل او الصوص الابيض اللي احنا هنعمله مع بعض. اهو بصوا العصاج بقلبه وهسيبه يستوي على النار زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت ده هبدا اجيب كده ويسك عشان نعمل البشاميل مع بعض. اهو هقرب كده حاجتي، عندي الزبده، عندي الدقيق، وعندي كمان اللبن خلاص، وعندي رشه جوز الطيب برده، وهحط ملح وفلفل. اول حاجه هحط الزبده. بصوا انا كل مره ما بعمل حاجه بشاميل ببدا معاكم من الاول خالص، ببقى حريصه ان انا ابدا معاكم من الاول خالص عشان بتسال كتير جدا على سؤال البشاميل ده. شايفين الحشو عندي عامل ازاي؟ انا عايزاه كده يبقى مش ناشف، عايزاه شويه يبقى فيه صوص بالشكل ده. شايفين اهو الزبده عندي هتسيح بالشكل ده كده، وهبدا احط عليها معلقتين دقيق اهو بالشكل ده كده، وهشوح الدقيق عشان اسويه. يبقى الزبده والدقيق، دي طريقه البشاميل العاديه خالص، بس لو بنعمل مكرونه بشاميل بنزود كميه البشاميل شويه، بتبقى 5 معالق مثلا من الزبده او السمنه او الزيت، او ممكن شويه زبده على زيت وعليهم 5 معالق من الدقيق وست كوبايات لبن لو انا بعمل مكرونه بشاميل ومحتاجه الكميه تبقى عندي اكتر من كده. لكن انا في الكميه دي مش محتاجه اكتر من ان انا هاخد معلقتين ومعلقتين واللبن اللي عندي. بصوا بسوي الدقيق بالشكل ده كده تقليب مستمر. مهم قوي يا جماعه يبقى عندي ويسك زي ده، مهم جدا يبقى عندي اي مضرب يدوي كده عشان البشاميل والحاجات اللي هي الكاستر والحاجات اللي هي بتكلكع دي، مهم قوي يبقى عندكم واحده زي دي. وابدا احط بقى اللبن بالتدريج اهو، هدوب بس الاول الدقيق مع الزبده بالشكل ده، وابدا هزود بالتدريج واحده واحده كده ايه اللبن. العصاج كمان عندي هنا خلص، هديله تقليبه واحده كده واحطه جنب البتنجان والفلفل. بصوا مش محتاجه خلاص اكتر من كده، كده حلو قوي، ريحته كمان حلو قوي. معلقتين الخل اللي احنا حطيناهم مدينهم كده ريحه حلوه قوي مع الخلطه اللي احنا حطيناها اهو كده. تمام جدا، هرفع العصاج بتاعي واحطه جنب البتنجان وجنب الفلفل بالشكل ده اهو، وابدا ازود. بصوا ازود بقى اللبن بالتدريج اهو، واقلب كده. بصوا اللبن ما بحطوش مره واحده، اتحكم فيه وازوده بالتدريج عشان ما الاقيهوش مره واحده تقل معايا. تمام اهو، او خف معايا. في المرحله دي احط رشه بسيطه جوز الطيب تدي طعم حلو قوي، ما عنديش ممكن استغنى عنها، واحط كمان الملح بتاعي. في ناس ممكن تحط شويه مرقه لو حابين اهو، ورشه بسيطه والفلفل الاسود، مش عايزه اغير لونه، مش بحب البشاميل يبقى غامق قوي، رشه بس كده ايه بسيطه قوي، يا دوب ربع معلقه مثلا او حاجه، وابدا اقلب البشاميل واشوف بقى محتاجه اخففه تاني ولا كده تمام. بصوا كده تمام، لان هو لسه كمان هيهدى شويه لحد ما اكمل بقيه المقدار اللي عندي. بصوا كده تمام جدا، كده حلو قوي، مش عايزينه ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنرفعه بقى من على النار تمام، ونبدا نحطه كده هنا
واجيب البايركس بتاعي عشان ابدا بقى اركب المسقعه بتاعتي. اشيل كل الكلام ده كده من ورا اهو عشان نبدا مع بعض نركب المسقعه. بصوا، اول حاجه هحط شويه بشاميل كده تحت، دي اول خطوه. افرش كده شويه بشاميل تحت بالشكل ده، شايفين تقله كده لطيف جدا، مش محتاجين ان انا اتقله اكتر من كده. كده كله باين معانا تمام اهو. وابدا ارص البتنجان عندي بالشكل ده، ارصه كده في الارضيه. اللبن هتقولي هالي الارضيه بتاعه البايركس بالشكل ده كده، ارص البتنجان اهو. البتنجان ده انا قلياه، ممكن تقدروا تشوه لو مش حابين يعني ياخد زيت اكتر، ممكن تقطعوه بنفس الطريقه كده وتدخلوه يتشوي في الفرن على صاج كده في الفرن مع شويه ملح وفلفل وتشوه في الفرن عادي جدا. حط شويه فلفل اهو، حط قرن كده وقرن مثلا حامي تاني، شويه فلفل كده من الرومي اللي احنا قليينهم تمام. وابدا احط شويه من العصاج اللي بالصلصه اللي احنا عاملينه اهو كده. بصوا كل ده كده احط منه شويه هنا اهو كده بالشكل ده. ممكن نعملها كذا طبقة، ممكن نعملها طبقتين واللحمة المفرومة في النص زي ما انتوا حابين اهو. نشيل بس عود القرفة ده، ممكن احطها كلها في النص، ممكن اعملها طبقات زي ما قلت لكم، ممكن نحط مثلا طبقة تانية من البتنجان وبعدين طبقة تانية من اللحمة المفرومة زي ما انتوا عايزين. انا هعملها طبقتين وفي النص اللحمة المفرومة اهو كده بالشكل ده. وابدا بقى ارص كل البتنجان والفلفل الباقي. بصوا بالشكل ده كده ممكن بقى فوق الوش نحط لها شويه جبنه مبشوره، ممكن نكسر بيضه، ممكن ما نحطش حاجه يعني زي ما انتوا عايزين، ممكن نحط معلقه كده قشطه كده نحمر بيها الوش زي ما انتوا حابين، ممكن شويه جبنه هنا اهو كده بالشكل ده اهو. خلاص ارص كده كله وابدا برضو احط بقيه الفلفل اللي عندي اهو. ريحتها حلوه جدا، وريحه اللحمه المفرومه اللي متعصجه حلوه قوي اهو بالشكل ده كده. اشيل بقى كل الكلام ده تمام، وبعدين احط عليه شويه البشاميل اللي احنا عملناهم. مش لازم نغطي خالص المسقعه يعني، ممكن كده تبقى البتنجان باين، حابين تغطوها خالص تمام، ممكن تخلوا شويه باينين اهي بالشكل ده كده اهي، عشان برضو يبقى كل الطبقات وكل الحاجات باينه معانا. زي ما قلت لكم بقى ممكن ندخلها الفرن كده، ممكن نحط من فوق الوش جبنه يعني على حسب ما انتوا حابين. خلاص يبقى احنا عصجنا اللحمه، وبعد ما عصجنا اللحمه قلينا البتنجان كنا والفلفل زي ما انتوا شفتوا، وعملنا كمان البشاميل. بعد كده ركبنا القالب كله مع بعض، وممكن نحط فوق الوش زي ما قلت لكم شويه جبنه، او ممكن ندخلها على الوضع ده زي ما انتوا حابين اهو. هحط شويه جبنه تحمر لي كده الوش شويه
بصوا انا بحب الطبق يبقى باين هو ايه. حابين برضو تغطوا خالص طبقه بشاميل كامله برضو ممكن تعملوا ده، مفيش مشكله. وكل ده بقى هيقوم غالي كده مع بعض في الفرن كده، ياخد غلوة كده في الفرن ويتسبك كده كله مع بعض وكله مستوي. يعني هو مش هياخد اكتر من ان انا هديله وش كده وان كله يتشمع مع بعض. تمام، هدخله بقى الفرن وهنطلع فاصل، عشان بعد الفاصل هنعمل مع بعض بسكوت الطلب مني كتير جدا، بسكوت اليانسون. بسكوت اليانسون من الحاجات اللي ناس كتير طلبتها مني الايام اللي فاتت، وقلت هنعملها ان شاء الله النهارده. هنعملها بطريقه برضو سهله وبسيطه ومش محتاجه اي وقت واي مجهود منكم، ومقاديرها موجوده برضو في كل بيت. تمام، هنطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل بسكوت اليانسون مع بعض، نشوف هنعمله ازاي بعد الفاصل. استنوا.